كل المكونات لهم الحق في العيش في مناطقهم الأصلية، لكن التعايش السلمي وتقبل الآخر مو كلمات مطبوعة على ورق أو لافتات ترفع وشعارات تسمع في المناسبات، بل هي أفعال تقدمها الدولة وتنفذها المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية لأجل الصالح العام. لكن بعد 4 سنوات والوصول إلى السنة 5 تقريبا، كيف هو وضع أم الربيعين اللي كان الكل يتغنى بدور قواتنا الأمنية والبيشمركة والحشد أيام التحرير واستعادة سيطرة المحافظة والمدينة من سيطرة إرهاب داعش؟ الجواب يبدو أن الأغاني والوئام لم ولن يستمر طويلا بين مكونات مهمة من المحافظة وبعض تشكيلات الحشد أو الفصائل التي تدعي انتمائها لهذه المؤسسة. فصرنا كل يوم نسمع عن تجاوز وحالات فساد أو محاولات لضرب التعايش والتجاوز على النسيج المجتمعي في نينوى. بالمقابل السياسي المسيحي جوزيف سليوة وجه دعوة طلب من خلالها تحويل سهل نينوى إلى نظام حكم ذاتي، لكن شنو هي الأسباب اللي خلت السياسي سليوة يقول تم تفريغ محافظة نينوى من المسيحيين والأيزيدين وغيرهم من المكونات بسبب سيطرة فصائل مسلحة وصفها بغير تابعة للدولة العراقية على مناطق متعددة ومنها السهل؟ لكن ليش هذا التوقيت بالذات، خاصة مع تصاعد الصراع في سنجار اللي يشهد مواجهات بين الجيش العراقي وموالين لحزب العمال هناك والتدخل التركي والتجاوز على السيادة العراقية؟ المحصلة يا جماعة أن أبناء نينوى مكتوب عليهم البقاء تحت صراع إقليمي ومحلي ليس لهم فيه ناقة أو جمل، فهم يجدون أنفسهم مضطرين للتمسك بأرض الآباء والأجداد مع كل العجز اللي يشعرون به في مواجهة القوى المتصارعة على أرضهم.